شوف 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 لي حل شوف لي حل شوف 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 لي حل شوف لي حل شوف 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 لي حل شوف لي حل شوف 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 لي حل مش نجيب فطير العزوز تيشتاتر قلت كتعمل نجيب لك فطيرة وكدو من عندي تخبي على أخوك هاي كنت شايف البركة شو كنت شايف البركة على الفطيرة ليه على العجل اللي جاي تثنية يودي شبيك أنا عجل ولا ثنية شوف أسبوعي راك أنت وذكاء ما تتفهموش يا ولدي أنت زاد أتكلم دغري كي لازم بالألغاز يعمل لك وش أنا نفهمه بعضنا بالعربية جاي بيبي في ثنية بيبي وانت رفيق بمي من الزين تي نقصد جايك صغيرة اي ما اقول من الاول هكا تحت حتى قطوس ما نجموش نجيبوه توا استوديو ضيق صرنا نقلوا نتوسع وقت عاد نخموا في العجل ما خاطر قلت لي عزه جايه الفطاير قلت بالك تتوحم كان عزه كل ما تشتي تتوحم راه عندي ثلاثه نصاصه صغار باهي يا خويا جيب لي فطيره فطيره واحده يس فيه البرك عم نحبها كبيره وبالعظمه نحبها مروبه العظمة؟ لا الفطيرة شوف سبوعها شوية جيب لي معاها جريدة بالعربي نحب فيها قضايا ومشاكل أسمع سي فوجيك أنا قلت لك فطيرة كادو تولد فيها عظمة وجريدة كمل لعب كاس رايب لا لا تانا نهار رايب ما نعظموش أنا شوف سبوع الجريدة يا خويا تنخلصك فيها أما رد بالك تحط لي الجريدة والفطيرة في ساشي مع بعضهم باهي سيدي زيد زيد الشر زيد صباح خير طنطون صباح خير فوشي صباح خير فتومة واو محلي مريولك طوطا يقتل تدور دور خنشوف محلي محلي هبل شقاولك فوشي عجبك فطومة هذا يخططوني حزة من الفريب اي ياسر سفن هاي تشاء فطومة سنساني فارس نجوم بعضنا تخش معايا للشارع سفابا تحب يقولوا صغيرة الشارع في المكتب يا وحيدة مالنا فطومة يا اخوي تبركل عليها يا اسبوعي ما خفي ديها ما عفة ما عفة اي فوشيك خلنا مشي برا اخوي انا الحوت عليك صباح الخير يا امي صباح الخير محليه ولدك يا صباح زاهي يعيشك يا امي يعيشك وانت لاباس رقدت مليحه الحمد لله زينوبه ما زلت ما فقتش لا لا فاقت امي هكا تقيم في امان سليمان امي عايش ولدي ماني ميتك مدخل يا امي عايش كمان ما تقوليش بس جبد لي على اسبوعي وخيك صغير سامح المرة هذه على خاطر يا امي تعرفش كلمة تسامحني ولا تضحكني تقتلني بالضحك على خاطر عندي 30 سنة وانا نسامح فيه
والله لي أكحد البارح وحلف لي اللي هذه آخر مرة ما عادش عاود صنع. جستما وعنده 30 سنة وهو يحلف لي اللي ما عادش عاود صنعتهم. أمان سليمان ما تاخذش بخاطر امك. يا مش عملت بربي ايش عملت؟ والله اصبحت عامل جو الصباح. يا مي حط روحك في بقعتي، حط روحك في بقعتي. اي نحكي لك ايش عمل. هو ما حكاليش بالتفصيل الحق. تريبي هو انا تنحكي لك. عطيته النسخه الدرس بتاع الطلبه باش يعمل لي عليه فوتوكوبي. باهي في الثنيه قلق قلبه وجعه ولا شنو؟ يتعدل عمك الازهر ويضرب لها شحال من كفتاجي. يا عاد هذه ايش فيها؟ وليدي جاي عم سيكن، انت تعرف قدام الماكله ما يراش شيء. تستنى يا امي، هاي جاتك بقيه الحكايه. اغتصي مع الكفتاجي هو نسى روحه، يعمل هكا ويبقع لك النسخه كلها. تقول له الاخر يرجع عند لندا تعطيه نسخه نظيفه، لا مشى عمل لي فوتوكوبي على النسخه المبقعه هذيك. انا ما جاش لبالي. جيت نفرق فيهم على الطلبه نلقاهم بقايع بقايع بحال هكا ما فيهم ما يتقرا. رصات لي حاشم باش نموت مع الطلبه نتاعي. نعرف يا بابا نعرف والله نعرف. اش تعرف يا امي اش تعرف؟ هذه ما هي الا قطره من الدمار الازرق اللي نعيش فيه كل يوم مع سي ولدك. يا هديك يا عيش. لا لا يا امي لا 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 عيشك لا. انت الكبير وانت الرزيل، انت ابو العائله، انت دلول امك الاولاني يا بابا. فوشيكا هاي عارفين. ها صبعون يعطيك الصحه يا اخوي. وين الجريدة اللي وصلتك عليها؟ الجريدة هاي الجريدة. أنا هيك أسبوع الجريدة مبقعة بالزيت. والله عندي حق أخوك قبلك ساعدك البارح. بس يا بوجيك هذا كفاية جايب لك فطيرة بلاش توا تطلع لي بيهم هي. يا زين عاد ما قلت لي كادو. لا الفطيرة كادو، الجريدة مانيش مطلوب فيك. يا أسبوعي يا قلب شي يجيبوا زقلو من البرازيل يراني ليكيب ناسيونال. لا عاد فضلك وريني وريني. سبعون الاخبار ضرب بوزن دافري. بوزن دافري يا حليوب هو برا برا برا. وانا نقول شبي العباد صبحه مزايا وتضحك. تعرف وجيك قبل كده نمشي ونصحى فيهم من وراي يضحكوا عم يجاوون. يا سبوعي العباد يضحكوا على خاطر فطومه صباح تبعتك محايد بوزن دافري فريش كي فرفت. فرفت يا مقواها يشبكش برا برا برا. صار هذاك علاش قبيلك ما حبش تخرج معايا؟ يعجبك شي وقت مسح شمال شبيك ما قلت ليش؟ يا اسبوع الفيت من الحديث. انا جيت عزوز يا ستي تسيب يا اسبوعي. عم طير مازال وسخان عزوز يا زنوبي. بعد الساعة وانت مهلق مع سي صاحبك. ندخل الماميو برا الساعة وصل فطير نانا والجماعة. وما تنسيش باش تقول نانا لأنا ماشي المرشي ومانيش باتيا. حاضر. هز فطير نانا قبل ماني نعرفك كي تدخل لداركم تنسى روحك. باهي. صباح الخير خديجة ناك. صباح الخير. فطيرة بعثتها لك يا عزوزتي. يا يعطيها ويعطيك الصحة. كي السبة والله يا ماما ما هي اللايبات ولا تشتي برشا؟ تشتي برشا. ما هي توحم يا السعاد عزة تتوحم فتقول لي تحبلة يعد هذا خبر يتخبى. مشيت للمرشي عزة. واه حبلة وخليتها تمشي للمرشي يخي بنت ولا شبيه؟ لا لا الطبيب متاعها قال لها بهيرك المشي. وزدت مشيت للطبيب زيدة. اي وقال لها يظل لي بنية. وعزة قال باش تسميها جنات. جنات سيدي يا ربي عيش بنتي وخيتي عيشها عيشها عيشها. راني تسقمت راني تسقمت. كيف عليك خلي جنات. ندخل قبل ما تبرد فطيرتي. صباح الخير يا جماعه. صباح الخير. امي انا جبت لكم الفطاير. يا ميمتي على وليدي ما حن وما كبر قلبي. بس شويه بس شويه حل عينيك. كم البقاء لي في ستي زاده؟ سيس بابا سيس برا حطهم في صحين وجيب. حق ام يامي اليوم ماما مش طيب لنا الفطور. لا فيك بيتها تحلق. بجد ام يامي قال باش تعمل لنا مدفونه وكسكسي بالعصبين زاده. شنو شنو؟ بالعنا عليكم ميامي اليوم او نهار في شهر افريل عملنا لك بوسون دافري.
يا عتيق انت كل عام تحصلني. هاي شيء طيبه يا عايشه. أما المرة هذه أمي الكذبة خطفت. تصور تصور زينب داخل الكوجينة وتعمل في مدفونة وكسي بالعصبان. أش يضحك فيك؟ أشنو معناها؟ شبيك زينب؟ تشبيك تغششت؟ بوسون دافرين خذيت في خاطرك؟ هي لو كان جات الكذبة نهار في العام راي الدنيا في خير. اش قالت زينوبة؟ أنا نقول حقهم يعملوا نهاري نهار الزرارق ونهار التقطيع والتريش. حق بابا سمعنا بيك زدت في حق الفيزيتا. ايه هاك تتبع في اخباري في البيرو زعما لشكون طلعت؟ ايه عاد قلت لو كان تزيدني شويه في المصروف. شنو شنو زيدك في المصروف؟ يا حلوفه فاسون دافرين مش هكا؟ تي ليه بابا بالمجد في العامين هذوما ما زدنيش في المصروف والدنيا غلي الترونسبور غلي واللبسة غلي والبيتزا غلي والكواسون زيدا. اي وزيد قول شنو اخر اللي غلي؟ ها والدخان غلي ولا لي؟ شنو ما هذي بواسون تبغيل بالمنجد تفجعت وا هيا شقلت توا بابا؟ اسأل عمك كي طلب الزيادة اش قلت له؟ ما غير ما نسهلو ظاهرة تعيط يا بابا يا أمي. لا تعيط دويو. هيا عزوزتي صباح الخير دلاندا. صباح الخير. هاني ماشية قلت النانا اللي أنا ماشية للمرشيو ما نبتاش ما قلت لها بيه سبعون عندك شي حاجة أخرى توصي عليها من المرشي خلف القطانية والحلقو؟ كنت عديت الفريب شوف جابوا شي مايوات تاع بحر. يا تقول أنت جابوا كوليكسيون صيف 2007 من توا؟ عليه يالا حقرت وأنت الفريب برا امشي تشوف بعينيك ناس بالكساوي وتفرد في الفريب. واه عازش بيك تغششت أنا بدي اشطر حوايجي من الفريب أما عسبوعي مخو في البحر من أبريل. الاخر عنده حاجه يخمم فيها من هوني للسيف. اياني مشيت شريب ماشي وما تبوسنيش. عيش وما تبوسنيش تقول كوب الفرنسيس. لا كوب الانجليز خطر انا نرقد على اليسار. بالحق ترقد على اليسار. شنو ردت عليها بواسون دافرين؟ اي ماستا هذي بواسون دافرين. دادو القش عندك مقص وسكوتش؟ عندي علاش تعمل بيهم؟ وشيك وشيك وينك؟ صباح خير. اسمع نقول لك فما كرتونه من الكراد نخليهم عندك في الاستوديو فيها سيديات فيرش حلها وجيب لي بوبينه ب 50 سي دي. جبت افلام جدد يلزمني نجرافيهم ونرجعهم اليوم. عارفي تحبش نجيب لك الكرتونه بكلها فاش قا وين تحبني نحط؟ تحب تضيق لنا الحانوت؟ عارفي انت تضيق لك الحانوت وانا ترضاني ريقه تقولش علي بيت في دبو هكا توا كرادني ولا يقلقوا يزي عاد ساعه انا كنت ناوي نخبي عندك التلفز القدم. تلفز بربي عليك عارف ساعة الكوليكسيون بتاع تلفز القدم زيد اشتر في الحانوت. سامة تعرف يا فوشيكا مثلا التلفزة هذيك مولاها كسمع حق تصليحها أعطاها على ساقيها والدي فيدي هذي ركبت فيه قطعة بخمسين دينار طلع مولاها شريب سبعين دينار من مدني والدي فيدي هذي باهي عارفي خليني نمشي نجيب لك السديات وبعد كمل لي حكاية ألبوم التلفزة. فوشيكا وين ماشي؟ ماشي ندب وعارف البلوجي باش نجيب له سيديات فيرج اللي مستوكيهم عندي. مشبوش يا مهف يا مشبوش هي هي وصل لك الخبر وبديت حتى السوق في السلع قبل ما تغلى. يا مسرع تبوني سمع بطل السوق وسمعتهم يحكيوا هذاك هاك السيديات الفيرج والريسبتورات حسيلوا الجو بتاعك الكل هي زادوهم ما بنعرفش ما في الديوانه ولا في التاكس مانيش مثبت اما المفيد قال لك سمهم باش يغلى على القليله اربع مرات. يزي يا راجل الجو اللي تحكي عليه ماشي وقاعد يرخص انت تذكرش بقداش كان الدي في دي والبورتابل انا راني قلت لك وانت دبر راسك. يا اسبوعي يا اسبوعي تعرفش كيفاش؟ احنا اش خاسرين؟ شد سيدي هاي 50 دينار اخذت على فوشيكا في الاستوديو قول له ياخذ بهم ستوك بتاع سيديات. بهذا ما قلنا؟ اي اما اسمع رد بالك ياخذ كامل عند الجروسيست المستانس تاخذ من عنده. سمعت؟ امشي كلمه توا ويخلي لي 10 باكوات. وراسك يا فضيله لا نجم قبل
باهي باهي، دوب ما نفلت ونطلبك. هاي نخليك توا، عندي كليون استنى فيا. باي. كي صار هو انت فجعتني في بالي، عارف استبطاني. شد وجهك، هذا ما بعرف ابنك عرفك، وقال لك توا 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 تمشي تشري له بيهم سيدي الدويرش. اوه باقي يشري ويستوكي عندي اسبوع يا خويا، رول جروسيست في اخر الدنيا. لا لا لا، خليك عارف تمشي تخوم له من عند هذايا جارنا اللي مقبلنا. نعم نعم، من عند المغلاوي اللي حل جديد. عجب. ساعة الجروسيست نتاعنا يبيعنا في سلعة بربع الحق. لا لا، يلزمني نطلع عارف يثبت معاك. فرشيكا وين ماشي؟ عارفك مزروب راهو بيه وبتقول لك شبيك انت ولا مشيت؟ السلام عليكم. السلام. سامحوني بربي، هوني الكابيني نتاع الدكتور سليمان الابيض. اي ما باقى في الطاقة الرابعة. اي ما بني مقابلك، اما الله غالب بعد شو اسانسور؟ في الطاقة الرابعة ومن غير اسانسور. هو راهو كان في الطاقة الرابعة، اما نقل ولا في الطاقة الأول على خاطر ما فماش اسانسور. شوف بابا، أول بيرو يعرضك على يدك اليسار، تفضل. شو بس فوشيك وليت تحرمك؟ استنى بابا انا جيتك عطوني وصلك. هاي تفضل تفضل، انا طلع بطبيعتي. يعيشك بارك الله فيك. يا خو بخاطرك. شو تعمل؟ صباح الخير عم زيد. صباح الخير ولدي. اوكي بالبيرو، استنى لبس. يعيشك بارك الله فيك. عم صادق يا اخي، فرات البيوت. انا بيوت اخي في بالكش؟ لا ما في باليش. ايش عملك سي عبد الفتاح؟ مش هكا؟ نعم يلا تفضل. شو فما لباس؟ لباس لباس. دكتور الباسيون سل، الله يبارك. ابجي عسلام سعد فتاح. يسلمك. مرحبا بيك. بيك عايش. اما شوف ربي الكابيني نتاعك ما عادش في الطاقة الرابعة، ولا راني مازلت نددش في الدوزيام. شعره ولا بطلت الفيزيت؟ شو شو؟ اما الطاقة الرابعة سيدي. واحد من الجيران وصل لي لهوني وقال لي أنت كنت في الطاقة الرابعة حالل وبلاش أسانسور. شو أنا؟ شكون هو اللي واحد من الجيران هذا؟ مزيكو. هو. هذا هو. شو شو أنت أسبوعي؟ من وقتها الكابيني نتاعي انا في الطاقة الرابعة. صار هو جاي لك انت ما في باليش سيدي خويا. ابا ما في بالكش اللي هو جاي لي انا. تري تري بيان. ها انا ما نوريك. تفضل سي عبد الفتاح تفضل. شنو هذا؟ شنو اللي معلقوني؟ خطيري مش انا. ماكش انت؟ حتى نكمل الكونسلتاسيون ونوريك انت ولا ماكش انت؟ اسبوعي ما تقوليش انت اللي علقت الحوت على ظهر الراجل. ايام صوت ابريل يا اخي بنت ياكش بيه مره في العام بعد ما بدلكش. شبيك؟ اسمع اسبوعي هني نبه عليك اخر مره تفدلك معايا هكا فهمت؟ طيحت لي قلبي. شد برا خلص فاتوره التليفون هكا الشيك في الماسو. يعطيك الصحة أختي فضيلة. هاي تفضل. أوه ميرسي ما شيري ميرسي. أما أنت وليت تغيب برشا ماما راه. تي وينك هالأيامات الكل؟ إيش تحبني نعمل ها؟ ما بين لي كور نتاع البنتور والسبور والبيسين، مني ما عادش لاقية وقت لروحي. ما تقوليش ماكش باش تقعد تفطر معانا. جو سوي ديزولي بور سا ما شيري. عندي كور جوست بعد شوية. يا برا وقتاش باش تعمل عقلك وتفك علينا من هالعومان وهالدهينة وهالشيء. يا بنتي مش ده نقطة فضيلة. بنتور معناها فن تشكيلي. يا غلبة احشم قدام بنتك. يا مي فضيلة ماما قاعدة تتعلم في التصوير. ونعمل اكواغيل زادة وشوية ديسان وباستيل اختي فضيلة. الوغ الله يحبس علينا العقل والدين. عسلامة زينة وبابا. مرحبا يا جنات. عسلامة لفضيلة. اللدوجة. عسلامة عسلامة. مرحبا. هيا تفضل اقعد بحذينا شوية. لا 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 ما نجمش نخاف لجيني كليونت وما تلقانيش. هيا مبروك عاد مبروك مبروك. مبروك مبروك ان شاء الله خير. واه يا اخي اسبوعي ما قال لكم شيء. منك نسمعوا. ما قال لكم شيء على عزة. شبيها عزة لباس. هيا ملهات
المشارع عادي ايش ليه المشارع هيت هاش على شنو وا اسبوعي قال عزة حبلة عزة حبلة حبلة ما في علميش وصفة فغي إذا كتلقاهم يحبوا يعملوا لك سيربريز أختي فزيلة يا غلبة الطفلة حبلة وتتوحم ومشي تحطها للطبيب زيدا هسها للطبيب بجدك شو بجدي لو كان جيت نعرف انزغرت رك سمعتي من بكري يا للا انزغرتينا هيا بخاطركم باي باي شنو حيد والله إلا ما نجبد له وضني حسب المعطيات الأولى عندك حالة خفيفة متاع أحباط سي عبد الفتاح أحباط ما خيبها كلمة تقول أنت مجودرة شوية اسمها على جسمها ديجا الواحد كي تقول له عندك أحباط يزيد ديبريمي شوف شوف محلها بالسوري دي بريم فيها بريم كلمة تنعوش وترد الروح وما تنساش زادة سي عبد الفتاح الدي متاعها هذيك الأولانية هي وحدها تطيح الدمار في الركيب الدمار الدمار في الركيب عايش فيه ليل مع نهار يا دكتور تلقاو عليه خويا من شيرة ومرتي من شيرة والجيرة هدي روحك هدي روحك سي عبد الفتاح ما تنساش اللي انت دي بريمي خلينا نستأصلوا الدا ونطلعوك بريمي ان شاء الله ما انا قلت لي عندك شوية قلق مع أخوك ها؟ خوي حاجة من وراء العقل مصيبة 30 سنة نعاني فيه هو كلف لي وكل يوم يزيد عقيدة ما ظهر لي كان يطلع كل المشترة اللي عندي عرفت خويا شكون عرفته؟ هذاك هذاك اللي شايعك البير ولهنا هذاك هذاك خويا أنا ظهر فيه نومرو شو نومرو؟ نومرو وسكت أحمد ربي أنت جدك جلدية جابش يطلعك للطاق الرابع أما أنا الدم طلع لي هابط لي كل يوم طلع هابط طلع هابط طلع هابط توا 30 سنة أنت زادة إيه أنا زادة ما أنا قلت لي عندك شوية قلق مع جيران شنو قلقت يا دكتور النوم ما عادش نرقد أعصابي ديما متوترة تصور مثلا عندي جارتي حالة كونسرفاتوار في النهار تقري في السرفاش وفي الليل تبرى فيا والفرقه بتاعها واش باش نحكي لك انا زاده ريتا سلطات نتاعي هذه ريتها تصورني انا قسمها مع عرافه 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 هي عرافه تقرا الفنجان وتقرا الكف وتضرب الخفيف وتمل بالجنون والعبابث وتقرا الكارطه انا بروفيسور سليمان الابيض سيكوثيرابوت ها شريك مع عرافه ونوصل مو شريكتي نسيبتي اون بلوس نسيبتك هي هي لا حول ولا قوه الا بالله حسيلو كان يقوم فرويد من القبر نتاعو ويراني في هالحاله هذه الا ما يدورها جينيكولوجي هدي روحك يا دكتور هدي روحك اش مستعمل وطلع عليا يظهر لي الديبريم اللي جيت بيها باش نروح بيه نانا نانا وينك عزة هكا تو روحت من المارشي هكا تعديت الفريم حلو وليتي شرو طن بعد وريك شي شريت ايش 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 اقعد امي ميش ميزمكش برش تعبره اقعد امي ما اقعد ها لقيت حويجات متاع وليدات صغارك اللي هكا صغيرين مفنم مفنم حويج بتاع صغار اش باش نعمل بيهم هكا تخبي على ناناتك تخبي عليك شنو اللي خبيته عليك حبلة ما تقليش حبلة شكون اللي قالك في بالي بيكم يس يس برك في بالي بيكم تحبوا تطلعوا الخبر انا راني محسوبه امك راه نانا شبيك لاباس ما لاباس وملي قال لي اسبوعي اللي تحبله وليت فوق من لاباس اسبوعي قال لك اللي انا حبلها اي ومشيتوا للطبيب وبلا مارا قال لك المشي باهي لك وباش تجيب بنيه وباش تسمي على اسمي شنو الحكايه هذه نانا يظهر لي اسبوعي بل شنو هبل ما تقوليش فماش منها الحكايه ما فماش منها بالكل زيد دق زيد دق سي صادق يا مرحبا هالخطاص سعيد ها مو لاباس بابا هكا يا لجنات حتى كي تعمل مزيه تمرجن عليها مزيه امام زيه سي صادق أمان أمان مش عندي بعثت لنا وقلت لنا نموت بشكم باش يجيوا الدهانة يبيزونا ديارنا دوينهم شبيهم انتوا ما جاوش أنا قلت لكم مش نبيض لكم دياركم إنعم يلا قلت يعجبك شي
مطلوبة فيكم هنا؟ العين بشيتني دهن الروح توا انكلت راهو عيب عيب اللي تعمل فيه يا سي الصادق خش بيك خرفت ولا شنية شنية الحكاية اللي جايني بها إلا قلت لكم شو بيذكم دياركم لا أسبوعي أسبوعي إيه نعم أسبوعي بالأمارة قال لي بشي بدأوا بالبرمان متاعي قال شنو أنا أكبر كعرير ساكن في العمارة هذه وأسبوعي شو بدخلوا كيفاش شو مدخلوا يا أخي مش هو نسيت بينا جلاتة يا شوبي واه يا أخي شبيه الراجل جيت سي شباب حربتها وفصعتها علاه بصعتها تخلص بفاتورة التليفون وفي سربت حبيت بزود افريل يا بابا شي ما صار ما نحكيوش على الحوته اللي علقتها لي مره نقول هذيك ترجع في فاستك اما عزه هاكا تبكي وتغرد خاطر جناتي تستنى فيك بسبركه والباجي مشى يفطر وراجع لك متحزب الجيران باش يمشمشوه وخوك سليمان ما قال عبد الحد اسبوعي ننصحك ما توريش وجهك خير وبرا ربي معاك يا اختي جنات استنى يجي تو نسمعوا الحكايه شنيه سامحني يا فضيله الشيء ما عادش يسكت عليها راه واه الطفله خليها تغفص في دموحها وسيد مهيج عليها الكري شو عملنا له واه كانوا تفادليك راهو ماسط 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 جيت سي شباب خليتها وجليتها وجاي تتفرج عملت جوزتو ما علاش عزوزتي عزوزتك وتكذب عليا يا اخي من وقتاش حبلت انا حتى اللي تمشي تحكي نانا تقول لها هزيتها للطبيب وقبله نفضلك اليوم 1 ابريل حبيت نعمل بوسطن ابريل خدي جنات شنيه هذه خليقه ولا صنيعه تي كذبه اتفضليك ماستا مره في العام يعملوها في شهر ابريل تفضليك ليه سامحني هذا ما يتسماش تفضليك واللي عملته مع الكري يتسمى تفضليك زاده تتكلم يا فضيلة تتكلم تشبيك سيكتا يعجبك الشيء هذا يا وخيتي خليتوني الوقت باش نتكلم انتوما أمي فضيلة بجي ربي سامحنا وانت زيدة أختي زينب أما راهو المرة هذه أسبوعي كثر على ما وصوه راهو هيا نانا هيا زيد ماهوش باش يفهمك هيا وانت لا تجي للاستوديو ولا نحبك تدور بيا ولا نحبك تكلمني عزوزتي وعزوزتي زيدة ما عادش تحبني نسمعها عزوزتي قل لي شنعمل معاك بجاه ربي شنعمل معاك نربطك في البير ونسلسلك نقص لك لسانك مش معاش تقول اللي جي تعش عمل لي امي اش عمل زادة يهرب عليا في المرضى ويبعد فيهم بالغلط ويعلق لهم في الحوت في ذوراتهم يجيش البالك حتى من الباجي مسكين ما سلمش منه خسره يجي في 50 دينار هذا الكل عملته اليوم حبيت بفضلك امي سي بوسون دافريل تسمع فيه قال لك بوسون دافريل نسمع يا سيدي نسمع واللي فاتك اغرب زاد مشايل خالتك جناتك ذب عليها وقالها راهي عزه حبله حتى وليت امي فضيله مسكينه تزغرت معناتها ختمتها سي اسبوعي ها ختمتها اسمع وجهك ما عادش تحب الراحه في البيرو داكوردو كي نبدا انا في بلاصه ما عادش دور بيها خليختك ما عادش تحب الراحه أمي يزي ديما ظالم ولا مظلوم أنا معاك أما المرة هذه كثرت على ما وصاوك يزيني خليتني ضحكة بين العباد أمي ماني قلت لك عبيد نفذلك شنو هي الفذلكة؟ تفذلك تصحي روحك صغيرة راك محرس بمرتك حتى حد ما سلم منك أنا مغرش عليك برشا يزي يا أمي من وحدك ما حدش عاود صنعتي الكلمة هذه عبيت منها قفيز يزيني ما عادش ولدي يا مرحبا يا مرحبا ها بابا كليت على راسك شحال عملت لهم انا باش يقولوا بركيو فيا العيد بدي بكيك راهو الحكايه تبدا هكا اذا عمل اسبوعي تولي هكا انت زاد اسبوعي الحق كثرت لها راهو كثرت لها ولا ما كثرتليش كيف كيف اما اللي بيملبسين ديما اسبوعي اسمع ما يعرفوش قيمتي راهو انا باش نخلي انا بوسه وعريضه ونهش منه البلاص نعم وين باش تهج عرض ربي
وتعواريده بربي اسبوعي تفكرني في جويب ولا في كارت بوستال. وجيكم ما كنت تضحني نعملها والله نعملها يزي مركيكة متاعك قالوا نعملها. شوف اسبوعي كنت تحب يا اخويا اقعد بحذايا حتى تبرد الحكايه شوي. باي على خاطرك ما عرفت شرط راه ما تقولهمش اللي راه عليك نحبهم يتعايروا عليا هكاك وجوهم يطلبوا مني السماح. باهي يا اخويا اما راني مش خليك وحدك انا مش تعدى المجيره متاعي فضيله نزنع بها دوره في اللاك. باي باي ما تبتعش. نعم سبت عشيه وتحبني نروح بكري الويه من مغضوب عليا كيفك انا ولا الداده متاع سيادتك؟ مش على حاجه اما كان جوع اش باش نعمل؟ ما نحبش نخرج باش ما يشوفني حد. باهي يا اخوي هاكا عندي حكه متاع بسيسه مكفنا في وسط الخزانه كان جعت اعمل منها مغيرفتي وانا يا اخويا كي قدر علي ربي تو كي نرجع نجيب لك في يدي كاسكروت. صحه الاسبوع يعطيك الصحه اما هي لا يسر تسردين علي مازال عندك منها شويه؟ وين ها يا فارغه قدامك. انت ما تعرفش ان احنا اكبر شركه تستورد ورق في مصر؟ فعلا؟ لا بجد؟ بابا نعم بربي شنو هي لاغورا لاغورافوبي؟ لاغورافوبي اي عندك الفوبي هي الخوف ولاغورا هي الساحة العمومية عند الإغريق. دونك لاغورافوبي الكلها هي الخوف من الفول بصفة عامة. عندهم الحق حتى هو يعمل القأس. لا يا أمي لا الفول هذه كلمة بالفرنساوية معناتها يبدأوا الناس محظبين مثلا. هاوينا مثلا 100% عندي لاغورافوبي اما اش تحبني نعمل ان شاء الله يا ربي تتنحى لي كي نسكن وحدي في داري جديده. يا اخي ما تقولوا ليش وينو طونطون مصباح ما ريتوش. شنو يا امي اشنيه هالتنهيده هذه ما تقوليش على خاطر اسبوعي. مال على شكون نادم على الكلام اللي قلته له نعرفه حساس فحنا فيه الكل نفمفم خرج بدموعه في عيني ربي يستر لا يعمل في روحه سب. ربي يزي يا امي فضيله اش تحبوا يعمل في روحه ترى نقول لك الحق انت راك مدلدته اكثر من لازم. اسبوعي حل انا وين سي بوتشيك راني بط بالجوع بالقلق يا ذاك حد ايش حبني نعمل لك شد هاو عشيك شنو زي بوشيك يا اخي فطور سردينه وعشيه طن مربي زيد تدلل بابا حتى نعمل تقريته ونلبس طبليه ونقوم نصنف لك. ماذا ما كان سردينه وطن نورمال ما هو اليوم نهار البواسون دافريل. اسبوعي ما جي حد شكون؟ انا عزه. شنو؟ وين؟ عزة لباسة؟ مانيش لباس شفتش اسبوعي؟ لا مريتوش ما جيش بحذك بالكل؟ مصباح مريتوش شنو عزة؟ ماكش مصدقتني اختي؟ تفضل وادخل شوف. لا مش لازم هاي تصبح على خير. صبح على خير عرفت وعرفت مش تبصرت وجي تسأل علي وين؟ هايك اخويا جات سألت عليك وانت غلبت اش تحب اخر يبرخلت عليها عاده يزينا من السينما متاعك. لا لا بوتيكا مازال بكري نحب جماعه الاخرين زاد يتفاجئوا علي على قاعده وخاصه هكا سيدي خويا نحبوا يجي يطلب مني السماح ولا العبية. امي يا عمي صباح على خير. صباح على خير. ها عزة ظهرش؟ لا تعديت توا الفوشيكا قال لي ما شفتوش من الصباح. زعما وين مشى يا بنتي؟ والله ما نعرف. قولوا لي اش بكم توشوشوا غادي؟ ان شاء الله خير. ما تقولوليش اسبوع يعمل عمله جديده تنضاف له في السي في المحمم نتاعو. خوك خرج من القايله ولتوا لا روح كنش التسعه تعديت. يا امي بجاه ربي وين تحبوا يمشي هذاك؟ تلقاه يا اما يشكب بحذا فوشيكا والا رامي في القهوه والا
في المركز. مركز؟ اي في المركز، تلقاه شاكي به واحد ضحية من ضحايا البواسون دافريل نتاعو. شنو هالفيل يا سليمان؟ بسم الله على ولدي. ما تخافش، هذاك واخذ في خاطره من توا يرجع. هاني ماشية بحذا نانا، نونسها شوية ونسيها في نهار اليوم. كان جاي هنيني عايش بنتي. بيه يا أمي فضيلة، ربي فضلك ولا لا يحرمني منك. آي تصبح على خير. تصبح على خير. تصبح على خير وعافية. سلومة، ربي قل لي ما تظهر لك شي حزة هكا وفي أم بتخو مع أمك؟ إيش معناها يلا؟ إيش ما نعرفش، أنا تظهر لي ياسر هكا، كيفاش يقولوها؟ فهمتك فهمتك، تقصد ياسر تاخو بالخاطر ها؟ بدلي ياسر تقفف. بالله بالله هكا ناخذها بالخاطر عندك تقفيف؟ حتى أنا زاد مع شكون نحكي، ناسي اللي راجلي مزيت عنده عقدة أوديب. وعندي زاد حجرة سيزيف اللي معرس بها. هو نفسه فندم فوبيا بقرار النقل ده. هيا كورسي اسبوعي. ما عاد عندي مداك لا فرغت. يا ولدي نحكي لك على الكارت انا. امان فوجيك اعمل دوره تلقى لي شي حاجه من اكلها، تحس روحي باش ندوخ بالشر. نعم كسكروتك واشترى كسكروتك ليتهم باب. حكت البسيسه صفيتها صفين. باكو بسكويت بيت عنده جمعتين كليتو. اش مازلت تحب خويا؟ كمل كل ساقين الفرش ولا وراسي. امان فوجيك ماني خوك. يا ولدي لا خوك لا ابن عمك، تيقيني من حكايتك عاد. فوزيك شكون كان تمشي لدار سيدي خويا كي دبرنا حاجه ناكلوها؟ نعم نعم شبيني بابا نمشي لدار سيدي خوك نص الليل انا مهبول انت ولا شبيك؟ فوزيك قول لهم ليك انت تشوف امي تشيخ خيرك كي وفرد مره سقسيني شوفوا مفجوعين عليا برشا ولا لا؟ لا بابا لا يعني لا. اما فوزيك فوزيك خير شكون عندي بخلافك؟ منك يا اسبوعي راني شممها ليله مسكحه انا. مسيك خويا سليمان. اش تما زاد مو لاباس؟ سامحني نعرف اللي نص الليل فات اما فوشيكا اش فما قولوا لي. لا لاباس ما تفجعش امي فضيله. النقاش عندكم حويجه تتاكل؟ ما نعرفش علاش الليله جعت. حويجه تتاكل؟ قول لي تطلعش زاد مخبي ديناصور عندك دارلك على الملمه واللي ثما؟ ديناصور؟ هما ديناصور خويا سليمان. ما تقوليش اسبوعي مخبي عندك. يا قر قر خلي تجيك خفيفة. وش بكولي تتكلم هكا؟ مو من كثر ما سيادتك وحلت لك الشوكة في جراجمي حتى ليش تتبدلت؟ ها شقلت فوشيكا؟ بصراحة أخوي سليمان أي الحمد لله على وليدي. أسبوعي قال لازمكم تتحيروا عليا باش تعرفوا قيمتي. شنيا شنيا نعرفوا قيمته؟ المشكلة أنه هو ما يعرفش قدره. تيب ربي توافق علينا من هالحكاية. ألعن الشيطان وقل له خلي روح لداره، مرته راهي باش تموت عليه بالفجعة. يرحمك له فين يا زينوب. شنو زينب؟ ولي تتفسكي على عزة؟ حتى أنت زادة دورتها أم بترو؟ أيا خلنا بتنعيط له. أي جل هنا استنى قبل ما تمشي. تعدى تو تو العزة كلها تجيب أحذانا، وأنت يا أمي برا قايم البنات. وكانك على أسبوعي. إجا قول لك إيش تقول له إجا. يا راجل الدنيا تقلبت على خاطرك اسبوعي، لو كنت تشوف الحاله اللي فيها جماعه يا ولدي تحشم حتى باش تطلب قد ما خبز. شنو احكيلي احكيلي؟ متحيرين عليك حيره كبيره، تعرف الدنيا قلبوها بالتليفونات، لا خلاوا سبيترات لا مراكز شرطه، تعرف القهاوي والريستورانات شافوهم وهم متحيرين عليك مساكن، حتى من خدك جنات تهبط فيها وعيها. حكيت يعرفوا قيمتي. قولي قولي هذاك خويا هذاك شعامل شعامل مسكين مفجوع وجهه اصفر ملخلخ مفجوع عليك وهو يداد يمشي ويجي يقول اه اللطف لو كان تصير له حاجه ما نسمحش روحي. قلت لك كان ما جبوش السي انا ما حسيت في اسبوعي. وتوا يا ربي شنو التكتيك الجاي؟ مش مازال فيهم التكتيك يا اسبوعي، انا من رايك هوا يزيهم، خمم على قلب ميمتك ومرايتك يا ولدي راك مش تقضي عليهم. زعما بوجيكا
بي هاني هاني ماشي حركي انت صعب ولا لو جيك اخرج على الزيت بربي عود هوي شويه الاستوديو بتاعك. نعم اخرج انت تو تهوى وحده. اهلا اسبوع ماني فوفا توماس سفن اوه سفن يا طنطون تيسكو تمان علي هكا يا هكا مرت بختي بي زعما انا يذهب لي خو باش يمنعو خو اي اي خو هذاك اللي قالو وجهك ما عادش يحب الراح عزوزي ما عندك ما تقول لي تيبعد اما طنطون بربي اوه طنطون بعد ما خدنيش تبع الفيلم شدش بيكم يا اخي شدش بيكم وكم شيء بيا مشيت أنا ماشي أنا ماشي We'll be right back.